السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. في الفيديو اللي معانا النهاردة هنتكلم عن وفاة فنانة مصرية مشهورة جدا أصيبت بالجنون في آخر أيامها وتزوجت 20 مرة. نجمة الإغراء هنعرفها معانا في الفيديو، بس قبل ما نبدأ نرجو دعمنا بلايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل الجرس على الكل ليصلكوا كل جديد وحصري من القناة. الفنانة هي منى إبراهيم، واسمها الحقيقي إقبال إبراهيم السيد البدوي، واسم منى إبراهيم اختارته الفنانة تحية كاريوكا للراقصة في بداية حياتها، ولا تعلم أنها فيما بعد سوف تصبح صاحبة واحدة من أغرب القصص في تاريخ السينما المصرية. وأول ظهور لها كان على خشبة المسرح من خلال مسرحية البغل في أبريق بطولة تحية كاريوكا، حيث كانت الفنانة تحية كاريوكا مهتمة بشدة في فترة الستينات والسبعينيات باكتشاف وتقديم الراقصات المصريات خوفا من سيطرة الراقصات الأجنبيات على مجال الرقص الشرقي في مصر، وذلك قدمت فيفي عبده وإقبال إبراهيم التي اختيرت لها اسم منى إبراهيم. وكانت الصحف تتحدث عن أصول منى إبراهيم التركية، ولكن قد يكون هذا الأمر مشكوك في صحته، ويرجع ذلك إلى ادعاء عدد كبير من الفنانين بنسبهم لعائلات تركية الأصل، وذلك في الوقت بهدف الشهرة بشكل أسرع. وخلال تقديمها مسرحية البغل في إبريق شاهدها الفنان فؤاد المهندس وقدمها للسينما من خلال دور الراقصة في فيلم العتبة جزاز، وبالفعل كانت البداية جيدة لمنى التي قدمت عدد من الأدوار السينمائية السنوية. ومنى إبراهيم كانت نهايتها مأساوية، وفي فترة الثمانينات بدأت منى إبراهيم بتقديم الأدوار السنوية بعيدة عن الإغراء نسبيا، فشاركت مع عادل إمام في فيلم حنفي الأبهة وفيلم رمضان فوق البركان، وذلك في عدد من المسلسلات، كان آخر مسلسل أهلا يا جد العزيز، وده كان في عام 1989. ولكن فيلم الأستاذ أيوب لم يكن العمل الوحيد بينها وبين الفنان فريد شوقي، ولكنها عادت لتعمل معه مرة أخرى من خلال فيلم الغاضبون عام 1996، وذلك شهد آخر ظهور لمنى إبراهيم على الشاشة. وتوارت منى إبراهيم عن الأضواء تماما بعد تقديم فيلم الغاضبون، ورفضت التواصل مع الإعلام إلا في أضيق الحدود الممكنة بسبب إصابتها باضطرابات نفسية شديدة. وهذه السيدة التي يقال إنها تزوجت حوالي 20 مرة وحققت شهرة واسعة وكانت تعيش وحيدة تماما، وانتهى بها الحال بنقلها إلى مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية. ودي كانت مأساة الفنانة منى إبراهيم في آخر أيامها قبل رحيلها.